بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما احنا متفقين الكام يوم دول فيديو كده على السريع، عايزين نعمل الحليب المكثف مع بعض. هنجيب هنا ايه الكوباية بتاعتنا دوت، حوالي 3/4 كوباية لبن بودرة. بسم الله. هحط زيها سكر بودرة، وزي اللبن البودرة سكر برضو كوباية اللي حوالي 2 معلقة، وهحط عليهم 1/4 كوباية مية مغلية، وحطيت فيها حوالي 1/4 كوباية مية، وهحط حوالي 2 معلقة زبدة، وهضربهم بالهاند بلندر. وانتي ممكن لو مش عندك الهاند بلندر تضربيهم في الخلاط عادي. هضربهم وارجعهم، وبكده اكون خلصت مع بعض الحليب المكثف. زي ما انت شايفاه السمك بتاعه تقيل، انا حابه السمك بتاعه تقيل. لو انت عايزه تخففيه عن كده خففيه زي ما انت شايفه كده. لو انت عايزه تخففيه شويه هتزودي عليه شويه ميه مغليه. وبكده نكون عملنا الحليب المكثف بامكانيات بسيطه وحاجات بسيطه ومعانا في البيت ومن غير اي تعب خالص. اتمنى ان انا اكون وصلت لكم معلومه سهله وبسيطه، وما تنسونيش من دعواتكم، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والشير. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.